يلي بيزعجني اكثر شيء بسويقة لبنان، سويقة لبنان كلها يعني، ما من وين بده يبلش الواحد؟ ما بيخلصوا. ساعة بيطلع لك جورة، ساعة بيطلع لك حدا عم بيقطع الطريق، ساعة حدا بيشك قدامك، ما حدا بيمشي بالزيح تبعه. هكذا يختصر مقدم برامج التسلية توني أبو جودي معاناته مع القيادة في لبنان. بدك تمثل مشهد مع صاحبتك كونشيتا اللي زعلانة. I love you. بهالوقت كون أنا ببعث لك مسجز. أوكي. بكل مسج عم خيرك بين شغلتين وبدك تجاوبني. إذا وقف التمثيل أو ما جاوبتني بتخسر. هو واحد من 8 فنانين شاركوا مؤخرا في حملة توعية هدفها التعريف بمخاطر اللهو بالهاتف النقال أثناء القيادة. فكرة الحملة أطلقتها شركة محلية للاتصالات بالتعاون مع جمعية يازا التي تعنى بالتوعية من مخاطر القيادة. تواصلنا مع أطباء قبل وجبنا منهم تقارير بتحكي على طريقة تركيز الدماغ البشري لما بيكون عم يعمل شغلتين بنفس الوقت. ما بنقدر نعمل شغلتين بنفس الوقت ونركز عليهم بنفس المستوى نحن وعم نعمله. فكيف إذا كان الموضوع بيتعلق بقيادة سيارة ونستعمل الهاتف الخلوي بنفس الوقت؟ بحسب منظمة الصحة العالمية إنه الهاتف الخلوي أصبح يسبب ربما خمس أو ربع حوادث السيارات عبر العالم، وأصبح يعتبر هو السرعة من أكبر مسببين للوفاة على طرقات العالم كله. كارول سكر، شرب الروحانة وغيرهما من الوجوه اللبنانية المعروفة شاركوا في حملة تاكس إف يو كان بمبادرة شخصية لتوعية الشباب، خاصة وأن الأرقام تشير إلى ارتفاع نسب حوادث السير في لبنان عاما بعد عام. سوق على الهدى وما ترد على حدا. غنوة يتيم، العربية، بيروت.